الاتحاد الدولي مع الرئيس السعودي للهجرة، وتشرفت بحضوري في ميدان شرم الشيخ. هذا الحضور الثاني، طبعا حضرت في 2019، حضرت في 2000 السنة هذه، تشرفت مع معالي وزير الرياضة ومعالي محافظ شرم الشيخ. الحمد لله أنا شايف الهجم في مصر تطوير سريع، وهذا حرص الحكومة المصرية ودعم الحكومة لهذه الرياضة، دعم محافظ شرم الشيخ خالد كبير. هذا الميدان الجميل، الموقع الجميل في العالم، أنت في المنصة وأنت تشوف البحر والهجم، موقع جميل. كل ماله كل سنة يصير فيه تطوير وفي فعاليات أخرى، والمعالي الوزير زف لهم إشارة أنه في حتى سباق السيارات يكون هنا، ودرافتينج هنا بطولات، وللخيل بطولات. وإحنا نقول لهم بالنسبة للاتحاد الدولي تنسيق طلب من وزير الرياضة، تنسيق مع الإخوان أنه حيكون في بطولة قدرة السنة الجاية، قدرة الهجن. وهنا أنا أطلب أنه يكون في تدريب للمرأة في الركوب في الهجن، لأن نبغاها تشارك المرأة المصرية زي ما تمت عندنا في العلا، واللي سبقت عندنا بنت سعودية، مع أنه سابقا لم تفز أي سعودية، كانوا يفوزوا أجانب وركان من جنسيات أخرى، وفازت ما شاء الله عليها بنتنا خلود الشمري، وأخذت جائزة القدرة. هذه بطولة حتكون للرجال وللنساء ركوب مش آلي، ركوب بشري، وإن شاء الله تكون بطولة في شرم الشيخ مميزة، هذا المكان جميل. شكرا.